مونتي كارلو الدولية. طرب عبير نصراوي. مساء الخير، مساء الأنوار، يا هلا يا مرحبا، عسلامة مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في هذا الموعد اللي يجمعنا دائما مع الموسيقى الجميلة، مع المشاريع الفريدة والمتميزة. كل نهار أربعة يجمعنا اللقاء مساء من الثامنة إلى التاسعة بالتوقيت الفرنسي، مع فارق التوقيت في البلدان اللي انتم متواجدين فيهم. دائما في هذا الموعد وفية لكم، وإن شاء الله أنتم أيضاً أوفياء لي. نقدم تحية لرفيق دربي اليوم في الهندسة الصوتية والإخراج الفني دافيد بروكوي. يحتفل الطرب هذا المساء بمشروع معاصر يصل بين الموسيقى العربية ومختلف ثقافات العالم من خلال فنان حول الغربة من مفهوم مرتبط بالوجع والبعد عن أرض الوطن والأحباب إلى ترحال دائم وثراء ثقافي وجسر رابط بين ضفتي المتوسط. هو عازف الإيقاع عماد عليبي ابن الجنوب التونسي الذي تشبع بالموسيقى البدوية الأصيلة قبل أن يطلع على موسيقى الحاضرة، وبانتقاله إلى فرنسا عبر عن عطشه للتعرف على الآخر والتواصل معه بما يثري الاثنين ويجمعهما في خطاب اتفقت عليه الإنسانية جمعاء، هو خطاب الفنون والأنغام. رافق عماد عليبي في مسيرته الموسيقية أكثر من فنان عربي وغربي، لكن نفسه كانت تائقة إلى المزيد، وأحس بالحاجة الماسة إلى التعبير عنها في مشروع خاص، ومن هذه الحاجة ولد ألبومه الأول سفر، وفياً له يهدي للسامع رحلة نغمية وإيقاعية ألغت الحدود وجمعت في سيمفونية أنيقة تقدم تأثيرات تونسية مغاربية بلمسة من الهند وتركيا وإيطاليا وفرنسا. بعد السفر بين الموسيقات، عماده الإيقاعات يعود ضيفي إلى الساحة بمولود فني جديد أدخل عليه عنصر الغناء وحافظ فيه على مبدأ رمي الجسور بين الثقافات، هو ألبوم صالحي الذي جمعه بالمطرب التونسي العالمي منير الطرودي والموسيقي الفرنسي ميشيل مار. في صالحي يتراوح المستمع بين الموسيقى الطرقية التونسية والسماع الصوفي والجاز والإيقاعات الهندية، ونجدنا أمام موسيقي تونسي الجذور عالمي التطلعات جميل الروح، هو عماد عليبي، وأنا سعيدة به برشا هذا المساء لأنه معايا في الأستوديو. عماد، مساء الخير، منورنا. مساء الخير، وأشكر كثير الشكر على هذه المقدمة الجميلة. جمال ما تقدم يا عماد، وأنا دايما يعرفوني الموسيقيين أو عفوا المستمعين وأيضا الموسيقيين، لا أرمي الورود، دائما خلي قلبي يكتب، قلبي والقلم يمشي. عايشك. طبعا بعد هالتقديم بالكلمات عن ليك تقديم آخر نكتشفه مع بعضنا. مسار في نغمات. We'll be right back.
yeux en forme gypsy, moi pied en plein son lac sacré, moi qui défile dans son voyage, son bateau, la plume, la brise. Un bout de la toile, un bout de vent, un morceau sur le branche, l'écho, moi mi ravage dans son ombrage, mi faufile sur le trait son cil. عماد، كي تسمع الموسيقات هذه الكل كيفاش تحس روحك؟ وين تاخذك كل هالأصوات، كل هالفنانين؟ يعني في أشياء أنت مألفها وفي أشياء أنت مشارك فيها كعازف إيقاع، لكن أكثر من عازف إيقاع على أساس نعرف اللي أنت المشروع اللي تخدم فيه دائما، حتى ولو أنت مش اللي مألفه تحاول أنه تضيف له أكثر ما يمكن، يعني تدخل في الأشياء بقلبك. صحيح. فصور نتصور رحلات. ثم مشاريع توا نشكرك خاطر نسيتهم، كما كوالاس ديسبيرادوس، هذا مشروع تعمل مع برشا فنانين لاتينيين، وفيهم مغنية أنايفا تغني فادو. وكيف كما قلت ما عزفتش فقط كعازف إيقاع، لكن نعم. كان تم مشروع فيه معناها الناس اهتموا بالحق بالإيقاع، حبوا يعملوا إيقاع عربي وسمعت الوحدة على الفادو. نعم. حبوا نعم. يعملوا ديما ثم فكرة الخليط، فكرة المزيج وفكرة التثاقف معناها موجودة. نعم. أي. مثل ما قولي أنا دائما يعني وركزت عليه برشا، أنه جسر دائما، الجسر موجود يصل بين الضفتين، يعني مرة يمشي في اتجاه وبعد يرجع في الاتجاه الآخر. عماد عليبي، الكثير من عازفي الإيقاع يبقوا عازفين مرافقين عازف ممتاز ومش أكثر. أنت حبيت تتجاوز ربما هالمرحلة، ومثل ما أنا قلت حتى في التقديم متاعي، عازف جيد جدا، لكن انتقلت الآن إلى صاحب فكرة، إلى صاحب مشروع. هل خذيت منك العملية مدة طويلة؟ كيفاش تبلورت في راسك؟ كيفاش تكونت؟ وكيفاش جمعت حولك أيضا كل هالموسيقيين، لأنهم كلهم طبعا ربما بعد شوية نذكر بعض الأسماء لأنه أساميهم القائمة طويلة. فأحكي لنا هالانتقال كيفاش تقرر في داخلك؟ والله هو معناه مش كان عازفين الإيقاع، عديد الموسيقيين يا أما يفضلوا أو اللي يكون عندهم تكوين موسيقي أكاديمي ولا تكوين نعم. موسيقي يكونوا، فما زاد موسيقيين يقريوا وما يعزفوش نعم. فما يعني يكونوا مدرسين ماهرين ولكن ما يكونوش عازفين على الركح، وثم نعم. عازفين على الركح ما عندهمش البيداغوجيا باش يقريوا باش يعلموا الأشياء اللي هما يعرفوها ويعديوها الأجيال الأخرى. نعم صحيح. يعني حتى الموسيقيين اللي عازفين إيقاع ولا عازفين أي آلات موسيقية ينجموا يكونوا فقط يعني خلف فنان وفنانة ولا مع فرقة موسيقية، نعم. لكن ما يكونوش أصحاب مشروع، لأنه فما نعم. عن يعني عندي أصدقاء نحكي معاهم ساعات يقولك أنا خيار، وفما شكون ما نجمش خاطر ما يقدرش خاطر لأنه
المسألة ما هيش سهلة، مسؤولية مسؤولية وصعبة ياسر. وإذا دخلت فيها بعد مشروع سفر، بعد تدخل تحب تعمل مشروع ثاني. نعم. يعني وبصراحة تعرف أنت الموسيقى ما هيش سهلة توا في فرنسا، خاصة اللي تقدمها أنت، وخاصة الموسيقى اللي ما هيش تجارية. دونك نعم. الدعم المادي وكل شيء ما هوش سهل. نعم. وأيضا حتى الحفلات توا قلت على قبل ما كيما نعم. جينا في 2001 و2002. دونك ثم مسؤولية كبيرة، وثم ولازم تكون على، خاصة إذا كان أنت تعرف تعمل ألبوم أول، يزم الألبوم الثاني تخمم في اللي تخمم جاي فيه، ويزم ينجح، ويزم نعم. حتى يكون جمهور صغير. بطبيعة الحال احنا ما عندناش جماهير وقاعدة جماهيرية، لكن عندنا مستمعين مثقفين ولا يعرفوا، عندهم ذوق خاص في يحبوا يكتشفوا موسيقات جديدة، يكونوا عادة اكزيجون، يعني صعب شوية، صعب شوية يستنيوا منك في كل مرة أنك تتجاوز اللي عملته قبل، أو اللي عملته يكون أحسن، أحسن من نجاحات اللي سبقتها، وهكذا يكون متطلب. إكزيجون هي بالضبط متطلب. متطلب، وهذا هو في كل الحالات مسؤولية. عماد، الألبوم الأولاني نذكر حكينا عليه سفر، أنا حبيته برشا، تناولته في حكاية نغم، حكينا عليه، حكيوا عليه الزملاء أيضا في مونتي كارلو. بعد سفر اللي حبيناه، نسمعته برشا في سيارتي، لأنه أنا أحسن مكان نسمع فيه الموسيقى هو سيارتي. الآن جاي من بعده الصالحي، والصالحي يعني انتقلت لمرحلة الغناء، يعني الصوت البشري كان فعلا حاضر أكثر، لأنه الأولاني كانت في مقطوعة أمان متلوثي اللي سمعنا منها شوية، لكن كان عزف أساسا، كانت موسيقى معزوفة أساسا. اليوم الألبوم الثاني صالحي مغنى، كيفاش وصلت للاختيار هذايا؟ هل توحشت أو اشتقت لما يعطيه الصوت البشري، أو هو اللقاء مع منير الترودي في مشاريع أخرى خليك تحب تعمله في مشروع خاص، أو تتلاقى أنت وياه في مشروعك أنت الخاص؟ أحكي لنا شوية الكواليس. هو في الحقيقة صالحي مشروع ثلاثي، يعني هو سان تريو، التقينا في ورشة موسيقية في جنوب فرنسا. نعم. ومعناها من الأول المشروع كان عنده الفكرة هذه أنه يكون لقاء. ميشيل مار معناها سألني على أي فنان أشكون يكون يقدر يغني معاه في مشروع يحب يعمل فيه جاز وأغاني وكل شيء. معناها الفكرة ولدت في مونبلييه، ولدت في حكايات خاصه، يعني في تنجم تكون في قهوه، تنجم تكون في دار. علاش منير ترودي؟ لانه كان عنده تجربه قبل مع إيريك تريفاز. نعم. كان عنده تجربه مع الجاز وكل شيء، ف وكنت ايضا من والتو ما زلت من الناس نحب برشا منير ترودي، ونحب خاصه من عشاق صوته، الارتجال نتاعه، لانه تعرف انت فنانه كبيره، تعرف انه الارتجال فن خاص. نعم. وما هوش سهل للناس كل والفنانين الكل، ليس متاحا للجميع، ليس متاحا للجميع. وايضا يعني عنده قدره خاصه في اللقاء وفي إنتاج يعني عفوي ساعات في الموسيقى مع فنانين. هو يسمع مثل ما قلوا احنا بالتونسي مهبول، مهبول مجنون، لكن جنون الفنانين، الجنون الجميل. ومنير ترودي أنا اللي نحبه فيه أنه طبعا هو لما بدأ في المدرسة الكلاسيكية الطربية، لكن قدر أنه يخرج، أنه ينفتح على الموسيقى الباكستانية وعلى الهندية من جهة أخرى، على الفلامينكو الإسباني. يعني لما يرتجل تقول هذا مغني غجري بشكل مرعب، ساعات إيراني وساعات كردي ساعات إيراني، يعني عنده ملكة في صوته وقدرة عجيبة. وأنا نفهم لماذا هذا الاختيار. عماد، ما زلنا مش نحكيه معاك، لكن حكيت أنا على ملكة التصويت، أحيانا نستغني على الكلمات ويكون هناك تصويت فقط بالصوت، لكن هذا ما ينزعلوش السحر متاعه والجمال متاعه. وحبيت نبدأ مقطوعة أنا حبيتها، ربما هي الأقرب لقلبي، كانت شيراز في ألبومك صالحي. وطبعا ما زلنا نواصل الحديث.
تستمعون لمونتي كارلو الدولية وبرنامج طرب، وضيفي هذا المساء معايا في الأستوديو سعيدة به برشا برشا عماد عليبي. أهلا بك مجددا. أهلا وسهلا. وأهلا بالمستمعين اللي يلتحقوا بنا الآن، وما زلنا نواصلوا مع مشروع صالحي هو اللي وقع حديثنا اليوم. صالحي يا عماد، أنا نعرف أنا تونسية ومن المجال الموسيقي، لكن للمستمع اللي تابع فينا اليوم يقول ش معناتها صالحي، لماذا هالتسمية، أو ما يعرفش شنو مرجعيتها الموسيقية، كيفاش تقدم له هالتسمية هذه؟ طيب هذا سؤال صعيب لأنه جاي من فنانة وخايف لا نغلط ولي لي مشكلة. هو كما سمعت أنت الألبوم، أولا حبيت نفسر أنه عنوان الألبوم لا يعني فقط أنه محتوى الألبوم مرتبط بالتسمية، أكيد، لأنه ما تعرف ساعات ثم البيوريتين الناس المتطرفين موسيقيا ساعات يكونوا يقول لك هاو ما تماش هاو صالحي هاو ما تماش، يودي راه ينجم يكون اسم الألبوم لكن المشروع تغير صالحي. هو عملناه صالحي بالحق من الأول، حبينا نخدمه على صالحي اللي هو مقام بدوي تونسي، لكن فكرة كيبقى كما عملنا الورشة في الكنيس اتطورت، لأنه المكان أصلاً أسينابي نسموها في جنوب فرنسا. نعم. الفكرة أنه الصوفية خذت أكثر على الـ على الـ على الصالحي ولا على الغناء البدوي، لأنه المكان كان طبيعياً يجلبنا نحو هذا الروحانية، على الروحانيات أكثر من الغناء البدوي. لكن منير قلت له هنا ولينا بعاد على صالح كل شيء، خلي لأ نحبه الاسم محلاه عجبه، قلت له خليه، وفي نفس الوقت هو خلينا الروح البدوي، ثم وحش سرا وثم أغاني صوفية تونسية، لأنه حتى في البدوي ثم ثم النفس الروحي ثم النفس طبعاً. الروحاني والصوفي، ثم احنا ثلاثة يعني حتى ميشيل مار عازف ترومبيت سافر برشا وعمل مشاريع موسيقية مختلفة مع المغاربة مع الهنود، عمل فيلم فمنفتح هو أصلا كثيرا، فقلنا علاش ما نشوفوا يعني المقامات الأخرى اللي تشبه للصالحي، خاصة في الأغاني الجبلية. نعم. في كردستان وفي إيران، كما الشيراز هو كان يعني فقط حبينا كي نوصلوا يعني فكرة أنه لا توجد حدود للموسيقى ولا توجد حدود. هي فكرة السفر عماد، ما زلت متواصلة يعني ألبومك الأولاني سفر، والسفر ما زال متواصل، الأولاني عبر على هذا التوجه، الآن أصبحنا نعرفه. تتغير ربما التسميات لكن الفكرة، فكرة اللقاء، المزج، هالرحلة هذه باقي ما زالت متواجدة. عماد، متى بديت تكتشف الآلات الإيقاعية أخرى واللي من خلالها هي انفتحت على الموسيقات الأخرى؟ كيف نقول اكتشفتها، مش اكتشفتها إنه شفتها إنسان يعزفها، إنك لمستها ولقيت فيها حاجة، لأنه معناتها أساساً أنت تعزف الآلات الإيقاعية العربية، لكن من بعد انتقلت إلى آلات أخرى. صحيح. أحكي لي لما تمس آلة ما تعرفهاش وتبدأ تخرج منها الأصوات، دخلنا فيك هكا شوية حميمية هاللحظات، وأحكي لنا. والله كما قلت أنا اكتشفت الآلات الموسيقية الإيقاعية في تونس كما برشا توانسة. نعم. وكما برشا سكان معناها من سكان البحر الأبيض المتوسط ولا في أمريكا اللاتينية، يعني عنا ثقافة الإيقاع. نعم. موجودة في الشارع، موجودة في كل مكان وفي الأعراس، والآلة الدربوكة أساسا لأنها معناها متواجدة بشكل كبير. لكن كما قلت أنت، كما الموسيقي اللي انفتح من الأول، عنا فكرة الانفتاح موجودة من صغرى، يعني حتى في الدراسة حتى في كل شيء. أنا درست ترجمة، يعني حبيت نتعرف على لغات. في الآلات الإيقاعية أنا كانت تونس ما تكفينيش، ما عرفش حاجة فيها من داخل تحبني نسمع حاجات أخرين، إيقاعات أخرين ولا آلات أخرى. ولكن بصراحة يعني في فرنسا كانت فرصة كبيرة ياسر لي، لأني اكتشفت سنغاليين وكوبيين وبرازيليين، وكلهم تواجدوا في باريس، تواجدوا في مارسي، في مونبلي،
وهذه يعني في كل مره كنت رحاله معناتها بين هالمدن مدن من اولك من اللي وصلت انتقلت بين المدن الفرنسيه الكبيره وفي وشفت الالات يعني شفت ناس تعزف حاجات ايقاع وتبدا تقارن تقول هاو يشبه الطبل نتاعنا هذا يشبه البنديره ما هو ايرلندي بودران هذا يشبه للرق ولكن بونديرو بونديرو برازيلي او بعد تسال وحبيت معناها مش بحث اكاديمي لكن ديما نمشي ونشوف ونسال انت لما تمس هالاله وتمشي وتسال عليها وعلى على الارض الواقع احسن من 10 كتب تقراهم نعم صحيح هذا الكلام اللي احنا متفقين عليه لكن للاسف يعني بعض الناس شوية ما يفهموش أنه المدرسة أو المدرسة الأرض الحقيقية والأهم بالنسبة لي هي مدرسة الواقع مدرسة يعني وذلك ليش في بعض الثقافات الآسيوية ولا حتى الشرق الأوسطية ثم الشيخ أو الأستاذ اللي أو الناس المعلم والمعلم الناس أيضا ويكون ما هوش في كونسرفاتوار ما يكونش معهد موسيقى يكون البرة ومتربع وعنده آلة موسيقية والناس تسمعه وهو النهر وعنده علاقة أيضا تكون دائما علاقة احترام كبير للطالب وللأستاذ. أنا أول مرة باش نجاوب على السؤال الأول أنه مثلا الآلات الإيرانية كما الدف كما الزرب كما يعني الدائرة يسموها اكتشفت أنه دائما ثم الصوت يختلف الأشكال تشبه لبعضها يعني مثلا في آلة البنديرة وآلة الدف الموجود في مصر الموجود في لبنان الموجود في تونس باختلاف البندير مساعة شو اسمه اللي فيه مثل الأوتار مثل الأوتار الموجود اللي يغير الصوت مثلا في ما بين البندير المغربي والبندير التونسي في شرق يعني حتى مكان وين يحطوه بالسنتيمتر يغير النبرة متاع الصوت يغير النبرة ويغير برشا حاجات لكن ثم بعض الآلات اللي شدت انتباهي برشا الآلات اللي فيها كيما الأودو الآلات كيما الكالباس اللي هي تصعبش علينا عماد الكالباس هي اسم شجرة واسم غلة موجودة في النيجر الشجرة هذه وعندها آلة يعني آلة ولد موسيقية كيما احنا القرع قرع نصها يقصوه وتتحط فيها باس وفيها صوت يعني تحج كي تشوفها آلة بدائية لكن ربما تعطي إمكانيات صوتية تعوض كبيرة برشا آلة الباتري تعوض الدرامز تعوض الكاخون وعندها أيضا العلاقة بالطبيعة أنا نحب الآلات اللي تراجع مثلا نحن للجذور للأرض ذلك علاش مثلا دربوكة طوروها برشا لوين ما عادش صوت دربوكة ما عادش يعني أنا دربوكة اللي هي ما هيش بالفخار الحقيقية عندي معها مشكلة الصوت ما يعطيش نفس الروح عماد نحطوا مقطع من سولو بيركوشيون أو سولو إيقاع كان موجود في ألبومك صالحي بما أنه يعني هذا هو المساحة اللي خليتها لنفسك في الألبوم ناخذوا منها شوية مقطع Thank you.
سولو أو ارتجال إيقاعي يا عماد، وهذه طبعا من ألبومك صالحي لمن يلتحق بنا الآن. الحكاية معك حلوة يا عماد، وشوف الوقت بدأ يمر بسرعة، لكن نحب نرجع معك الذكريات حلوة عماد، مسيرة يعني سنوات في الموسيقى. إذا الآن نقول لك اختار لي موقف، لحظة، ذكرى كيف ترجع لها تحس إنه الفرحة تغمرك، إنه لحمك يقشعر، إنه ربما عينك تدمع، لكن فرحا طبعا، وين ترجعك؟ سؤال هذا بدون تفكير، وين يرجعك مباشرة؟ والله رجعني الأول مرة اكتشفت إني باش نولي موسيقى. امتى هذي؟ هذي في فرنسا، يعني تعرف اللي احنا عادة في بخلاف فرنسا صعيب ياسر انك تكون موسيقي وما عندكش خدمة اخرى. في فرنسا انا كنت ندرس الترجمة كل شيء، ودخلت مع فرقة موسيقية، وكانت صعيبة نفسيا لانك تعرف احنا باش تكمل قرايتك ولا تقص على قرايتك لمشروع موسيقي، يعني ما هوش سهل برشا بصراحة. ما تعرفش ماكش ضامن وراها هالمغامرة وين توصلك. ضامن هذيك هي الكلمة، الضمان هذيك هو اللي احنا محتاجينه. هذيك اللي ساعات. أما ما عرفش، تشجعت وكانت الفرقة عندهم جولة كبيرة تاع 80 حفلة، وما نجمش نمشي نقرأ في الجامعة ساعتها كل شيء، فعملت الخيار ذاك ومن ساعتها وانطلقت المسيرة. وانطلقت يعني يظهر لي كي نذكر أول سفرة فرحت برشا، قلت يظهر لي هذه هي الحياة اللي نحبها وهذه هي الخدمة. لقيت نفسك فيها في إسبانيا أول حفلة، وبدت حتى العمل 60 بلد. وبشكون بديت إسبانيا؟ أنا نموت عليها إسبانيا، يعني فعلا نلقى دائما هالتاريخ العربي بقي موجود في كل مكان في كل ركن موشوف، خاصة في الأندلس. نعم. في غرناطة بشكل يعني خيالي، يعني بشكل عجيب. والحلو في إسبانيا يعني بعض الدول كأنه ترفض شوية الثقافة العربية، يحاولوا ينسيوا هالتاريخ أو يشوهوا. في إسبانيا بالعكس عاملين منه شيء جميل، عاملين منه إثراء ليهم هما لثقافتهم للسياحة متاعهم أيضا. السياحة هذا بشكل كبير، وخاصة حتى في البرتغال، في جنوب البرتغال برشا، لأنه ما هو جنوب البرتغال قريب لل قريب، وكان الأندلس يشمل. نعم. الغرب، والغرب تسمى توهم يقولوا ألغارفي. ثم مدينة اسمها مرتولة، وذيك من أول مدن خدمت فيها، مرتولة بالعربية. فيها مهرجان اسمه فيستيفال إسلاميكو دي ميرتولا، والتو موجود، والمدينة هذه فيها ناس التو يتكلموا الأندلسي القديم. حلو. أو حافظوا داير صعيبة بتو في الوضع الحالي. نعم. الجديد السياسي والجغرافي باش تدخل المهرجان الإسلامي، ولت كانها مشكلة كبيرة. كانها تهمة. في البرتغال محافظين على المدينة هذه جميلة ياسر، إن شاء الله تكون لك الفرصة وتشوفها إن شاء الله. والتو محافظين على العادات والتقاليد من العهد الأندلسي. عماد الموسيقى، الكلام تاعك حلو، لكن الموسيقى أيضا جميلة، وحابين نتوقف ونسمع أكثر. ووحش السرى من الأغاني اللي كانت حاضرة في ألبوم صالحي، نتوقف عندها. وحش الصرا صرا ويبرودة يا ولفتي، وحش الصرا وبرودة، وحش الصرا صرا وبرودة يا من عزم شرف على صابا عشيري مولفة، اولفتي جيتك عشيري مولفة، وما صابا عشيري مولفة
صدري على صدرك مثل الحرير مخالفة. مصابة عشير موطنة ولفتي جيتك عشير موطنة. ومصابة عشير موطنة صدري على صدرك مثل الحرير مبطنة. وحش الصرا صرا وبرودة ولفتي وحش الصرا وبرودة. وحش الصرا صرا وبرودة يا من عزم شرف عليك مودة. عليبي هو ضيفي هذا المساء، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا مستمتعين مثل ما أنا شخصيا مستمتعة اليوم بهالنغمات بهذه الموسيقى وبهذا المشروع صالحي. عماد شكرا عبير، شكرا عماد على هذه كل المقدمات الجميلة. عماد عنا هنا في البرنامج حمامات احنا مربينهم. اي تعرف الحمام الزاجل قبل كيفاش كان يسافر ويجيب حاجات ويوصل الرسائل، وعندي حمامتين بعثتهم طاروا وجابوا لي حاجات. يلا تحب نكتشفوا مع بعضنا؟ نكتشفوا مع بعضنا. يلا نبداو. الهديه الاولى او الرساله الاولى من وين وصلتك؟ أول مرة تقابلت أنا عماد كنت في 2008 وقت أول ما جيت أنا لباريس في السيتي دي زاغ، ومن أول مرة قعدنا مع بعضنا حسيت قوش علينا نعرفوا بعضنا من قبل، خاصة عماد عنده تاريخ مناضل بالقدا في الجامعة في تونس، وأنا وقتها في عز يعني الفترة اللي كنت نغني فيها معناتها على الحرية والثورة، وقتها أيامات العز كما نقولوا. وفي ساعة في ساعة بدينا نعصفوا مع بعضنا، نعمل وقت هنا أول حفلتي في فرنسا، أول حفلتي بالمشروع اللي بديت نخدم به. ومن وقتها عماد وقف معايا برشا في السراء والضراء، برشا برشا ذكريات، برشا حاجات عشناها بالموسيقى بالصداقة، معناتها ولات فريمون عشرة كبيرة برشا. نتفكر مثلا أول حفلاتي في تونس بعد ما خرجت لباريس، مثلا حفلة 23 ديسمبر 2010 في صفاقس، وكل مرة معناتها نشد ويدين بعضنا ونطلع فوق الركح ونغنيو الغنيات ذوكم تونسية مسكينة وكلمتي حرة من قبل يعني ما تولي معروفة كما توا. حاجات كيما هكا قوية برشا، تبدلوا برشا موسيقيين، معناتها الفرقة متاعي تبدلت على مرور سنوات، تبدلت برشا مرات، يمشيوا ناس يجيوا ناس، وعماد ديما معايا. يعني مش حتى مش نحكي على قديش من أحسن الفنانين، يعني موسيقي ممتاز جدا لكن فنان، وفرحت برشا كي بدأ ينتج في الألبومات متاعه، تحس أنه مع الطاقة متاعه ما عندهاش حدود، ديما يحب يتعرف على الناس، ديما يحب يعرف ناس بناس، عنده قلب كبير برشا. أنا معزته عندي كبيرة برشا عماد،
إن شاء الله قدامنا برشا حاجات، برشا حفلات وبرشا ذكريات باش نزيد ونبنيوها مع بعضنا، ونتمنى له كل النجاح وكل الخير. فرحانة برشا اللي عرضته في ثنيتي، ونشكره برشا للحاجات اللي عملهم معايا الكل. عماد أكيد عرفت، أكيد طبعا. أمال متلوثي، أمال متلوثي طبعا صديقتنا فنانة، احنا الهوني يعني في مونتي كارلو ساندناها برشا، شقت طريقها، أثبتت اللي الناس برشا اللي ثقتنا فيها كانت في محلها. الله يوفقها، من تونس جابتها القدرة الهوني لباريس، ثم السماوات أخذتها لأبعد أمريكا، وقاعدة تتحلق هي في العالم الكل. فتحياتنا ليها، ونشكرها برشا برشا اللي هي لم تتردد كبيرة انه تبعث لك هالرساله هذه. تعليقك باختصار عماد؟ بالحق معناها اللي حكيته الكل فيه كثير من الحس، كثير احنا ما نشكروش بعضنا برشا دي من نحكي على الخدمه يعني ثم برشا ذكريات خرجوا، وبرشا صدق، وبرشا محبه، و وبرشا حرفيه زاد في الخدمه. نعم. يعني ديما مع امال عنا علاقتين، يعني نعرف العائله ونعرف امال اللي نخدم معاها على الركح. نعم. ودائما نختلفوا في برشا حاجات، ودائما نخدموا بعضنا، لكن هذا لا يفسد للود قضيه كما يقولوا. عنا علاقه قويه، وكما قلت انت سافرت برشا ولا عملت طريقه وحدها، وبرشا يعني ما كانش الطريق سهل جدا، أي لقات الكثير من الصعوبات، لكن الله يوفقها دائما. وإنا متهني عليها بما أنك جنبها. تعرف الصديق الحقيقي هذك هو اللي يقعد مساند، اللي يقعد بجنب طبعا، حتى تعمل مشاريع أخرى. أنا دائما صراحة حتى بالنصيحة ما تبخلش عليها، هو بصفة عامة كما قلت لك للناس كل، دائما أنا في فيسبوك محلولة، نجاوب على الناس كل إذا كانت أما نصيحة موسيقين في تونس. نعم. ولا البرد دائما بصراحة ما كما عاونونا احنا قبل، خاصة الشباب الصغار يعني نفس الشيء. طيب نشوفوا الحمام الثانية شنو جابت لنا، وين مشيت وشكون جابت. يلا الثانية. عماد عليبي، يوفى الكلام وما توفاش محبتي لعماد، لها شخصية دافية، شخصية فكرني بأهل الجنوب، كرم أهل الجنوب، طيبتهم، رجوليتهم. ديما كي نتفكر عماد تفكر البسمة والضحكة والتفدليكة، وكيفاش شفتو كيف يبدا يقلد في اي حد يشوفه قدامه دقيقتين، يجيب شخصيته من الاخر. نحب برشا عند عماد زاد، ديما تحسه هكا يعاون العباد، يعاون الناس، ديما يحب يجمع الناس، يجمعهم في الخير، يحب يشوفهم يخدموا بعضهم، يعملوا حاجات حلوة، يبدعوا. سافر برشا، لم ثقافات، ما تفهم برشا ثقافات، خاطر عماد يحب الناس، يحب الثقافات الأخرى ويحترمها، فهو يتبنى برشا حاجات أخرى، والحاجات هذه تتبناه. تحس اللي وقت اللي يعمل سولو وبيركسيون هكا كاين وصفرك، عمل لك جولة هكا، سفرك في برشا بقايا. نحب برشا عماد عليبي، ويا ربي ديما موصولين ان شاء الله يا ربي. تعبناهم لحمامات امريكا وبلجيكا، اكيد عرفتها الفنانه غاليه، غاليه غاليه بن علي ايضا، وغاليه علينا هي، وفنانه من الاسامي الكبار، من الاسامي اللي اليوم ايضا بعد الكثير من الصعوبات يعني اثبتت نفسها وفرضت نفسها على الساحه، وفرضت النوعيه تاع الموسيقى اللي هي تقدمها. احنا ما زلنا كراوحنا من مشروع في هامبورغ، كنت في المانيا، وكان السيد فيسبوك حكي لي شكرا. وغاليه غاليه زاد من يعني كيما منير، كيما برشا فنانين اللي سافروا برشا، وكيما عندها يعني طريقتها الخاصه في الغناء. نعم. عندها طريقتها الخاصه كيفاش تشوف الحياة، تشوف الناس، فنانة بتهتم معنى الكلمة أيضا. لأنها مش تغني بارك، تكتب وتهتم بالشعر، تهتم بالتمثيل، لأنها يعني قامت بعديد الأدوار، وكيف كيف علاقتنا، وبالرغم أنه ما لعبناش برشا برشا مع بعضنا، لكن
دايما بدي سأل، دايما يعني كتجي فرصة نخدم مع بعضنا نكونوا فرحانين. يلا يا سيدي، ان شاء الله فرحوك لحمامتين هذوما بالاشياء برشا اللي برشا جيبوهم لك. برشا برشا. يلا نوصل فقرتنا قبل الاخيره. بلاي ليست. عماد يا عماد، اليوم البلاي ليست متاعك مختلفة منوعة. طبعا الوقت داهمنا شوية، فنحاولوا باختصار نحكيه على هذه الاختيارات، شنو اللي وصلك ليها، لماذا؟ طبعا ذكر المستمعين أنه دائما محتوى هذه الفقرة لا أتدخل فيه، هما اختيارات ضيفي والدعوة من ضيفي لي أنا ولكم أنتم مستمعين، حتى نلج إلى عالم الموسيقي. واخترت لنا كشمير لليد زابلين، أحكي لنا علاش؟ اولا انا كي جيت لفرنسا خدمت مع فرقه اسمها لي بوكاك، فرقه كانت تجمع بين الروك وشويه موسيقى مغربيه. نعم. كل مغاربين من الجزائر والمغرب اكثر. نعم. وكنت العنصر ايقاع معهم من تونس اللي حاضر معهم. الفرقه هذه كانت تعمل بالحق روك، كانوا متاثرين بليد زابلين، كانوا متاثرين بروبر بلانت وبالموسيقى اللي فيها روك، العازفين كلهم مكيكه. ديما انا في الجولات الموسيقيه حطوا لي البوم ونسمع، تاثرت بالمعزوفه هذه لاني حبيت في بنواره في توزيعها وفي معزيات مقطوعه بنواره. نعم، اللي هي في الالبوم سفر. الاول سفر. نعم، خدمتها مع العازف الجيتار مع روبير بلانت مغني ليد زابلين. يعني شوف كيفاش الدنيا دارت، الدنيا تدور بالحق، يقول لك العالم الصغير. وحصل لي شرف، قابلت روبرت بلانت وانا جانا ضيف في وماد فيستيفال في انجلترا. نعم. واللي هو من اكبر الفنانين الروك في العالم. كان عندي شرف انه نخدم معاه. يلا نتوقف مع مقطع من اختيارك الاول. اختيارك الثاني يا عماد عليبي، الله، من أجمل المقطوعات اللي غناها الأستاذ نصرت فتح علي خان، يعني من الناس اللي يجود بهم التاريخ. صحيح. مرة كل ما نعرف قديش من مليون سنة. لماذا هذا الاختيار؟ بجانب الروك والموسيقى التقليدية التونسية والعربية، نحب الموسيقى الصوفية، نحب. نعم. الموسيقى الهندية الباكستانية، على خاطر ثم ترانس، ثم نوع من الروحانيات الموجودة في البلدان. هذه بصراحة عندها علاقة مباشرة بالروك بالنسبة لي. يعني نجمع بين. نعم. الصوفي والروك بطريقة، عندهم طريقة غناء أيضا تعجبني برشا، وندخل في ترانس معهم. أي حالة من الجذب، حالة اللي احنا بالتونسي يقولوا التخميرة، هذيك هي حالة الجذب. وبالتونسي زاد نقولوا شيخة كبيرة، شيخة يعني شيخة معهم، تكيف بشكل كبير. مقطع منها طبعا هي طويلة، مقطع واللي يحبها يسمعها كاملة. तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है, अल्लाह
أسرة فتح علي خان، وهو الاختيار الثاني لضيفي عماد علي. بنوصل الآن للاختيار الأخير، الشيخ الإمام اللي رجعنا للأصالة، يرجعنا للالتزام، يرجعنا لإنسان فنان كبير برشا اللي نحترمه برشا. طبعا رحل لكنه مازال عايش معانا ومازال باش يعيش، اللي هو الشيخ الإمام والبحر بيضحك ليه. خليت له غنية عاطفية. لا هو من الغنيات اللي نحبها. ماما علاش الاختيار؟ لأنه هذه الجانب الشخصي متاعي. يعني ولدت عشت في يعني في إطار وفي محيط ملتزم، سمعنا برشا شيخ إمام وما زلت معناها بالنسبة لي تأثيره كبير برشا على الساحة الفنية في العالم العربي والساحة نعم. الملتزمة، وأيضا في نضاله أحمد فؤاد نجم وكل المدرسة ذيك اللي خلت أثرها على مصر وتونس وبقية البلدان. البحر بيضحك ليه. البحر بيضحك لي وانا نادل الدل عامل الاولاد، البحر غضبان ما بيضحكش اصلي الحكايه ما تضحكش، البحر غضبان ما بيضحكش اصلي الحكايه ما تضحكش، البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل، والبحر بيضحك ليه وانا نازلة الدل عاملة الأولى. البحر بيضحك ليه الاختيار الثالث لي ضيفي، وهذا يوصلنا لفقرتنا الأخيرة. يعجبني لا يعجبني. نبدأ باللي ما يعجبكش عماد عليبي، ما الذي لا يعجبك بشكل عام؟ الغيرة في كلمة. الغيرة أوكي. فقط فقط فقط. وما الذي يعجبك؟ السفر. يا عيني وفي لروحك. عماد عليبي الوقت تعدى بسرعة، نشكرك برشا برشا على حضورك الجميل. شكرا جزيلا على التقديم. نورتنا اليوم، فرحت بيكوني في الاستوديو. يعني حبيناش نعملوها بالتليفون حتى ما جابتك القدرة لباريس. طبعا نعاود نذكر بهذا الألبوم صالحي اللي هو ألبومك الجديد، كل التوفيق. هو الثاني وإن شاء الله نستناو ألبومات أخرى. طبعا خلي لي كلمة الختام. نشكر صديقي منير ترودي مش موجود معنا، ميشيل مار تحية، ونشكرك أيضا على تقديمك وخاصة على الموضوع اللي حكينا فيه في الإيقاع بشكل يعني مختلف. فرحت برشا حكينا في الإيقاع وحكينا على البندير وعلى الدربوكة. عندي مشروع جديد نخدم فيه اسمه فريجيا. فريجيا إن شاء الله العام الجاي باش يكون أيضا رجوع إلى الأصل، إلى الإيقاعات الإفريقية، إلى تونس الإفريقية، مع مغنية من بوركينا فاسو اسمها كاندي غويرا، ويجمع بين أيضا الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات. جميل. إذا ننتظروا هذا المشروع فريجيا نسبة لأفريقيا. بالتوفيق دائما عماد عليبي، إن شاء الله أنتم تكونوا حبيتوا. طبعا هناك إعادة لهذا اللقاء نهار السبت في نفس توقيت اليوم، يعني من 8 إلى 9 بتوقيت الفرنسي على أثيرنا، وتلقاوا اللقاء أيضا على موقعنا الإلكتروني. ما بقالي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم دائما، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال. شكرا دافيد بروكوي اليوم معايا في الهندسة الصوتية والإخراج الفني، ومني أنا ليكم عبير نصراوي أجمل وألطف وأرق التحيات. آخر مقطوعة لبيك من ألبوم صالحي لعماد عليبي. باي باي، سهرة سعيدة.